أفيخاي أدروعي مازال محل جدل كبير على السوشيال ميديا، ده بعد ما نشر على حسابه الخاص عبر موقع إكس رسالة لسكان غزة وكتب عنوان للفيديو هاشتاج وكسة 2023. اليوم الأخير من عام 2023 نؤكد أن هذا العام الذي يلملم أيامه بصفقة تحفر في الذاكرة، في ذاكرتنا نحن شعب إسرائيل. سمعت في الأيام الأخيرة أصوات الكثيرين من سكان غزة الذين يقولون إنه طفح الكيان من المآسي التي جلبتها حماس لقطاع غزة وسكانه. فيا سكان غزة، الخيار بأيديكم، يجب أن تعلوا تلك الأصوات. حماس دمرت غزة، حماس بأفعالها وخطيئاتها الكبيرة جعلت نفسها وكسة 2000. تعليقات كتيرة على فيديو أفيخاي. فيديوهات أفيخاي ما بتعديش بسهولة على السوشيال ميديا بأي شكل من الأشكال. كمان كان في مثلا أحمد علق وقال كفاية كذب يا أدرعي. في حساب تاني كمان كان علق وقال على علمي أنتم دمرتم غزة. أخيرا أحمد علق وقال أنت لا تستحي الكذب، عندك كشربة ماء.